السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، كاينه مع الصحه، اموركم هانيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله غنديروا مع بعضنا الشوربه ديال القرعه بمكونات بسيطه، ان شاء الله كتجي بنينه وزوينه. المكونات عندنا هي عندنا واحد 250 غرام ديال القرعه الحمراء، عندنا واحد نص كاس ديال العدس الاحمر، عندنا هنايا واحد البصله، نص بصله صغيره مش مقطعه، وعندنا هنايا خيزوه صغيره مقطعه. وعندنا في التوابل عندنا غير الملحه وشويه البزار والتوابل ديال السمك. هادو هما المكونات اللي عندنا. دابا ان شاء الله غندوزو للطريقه ديال التحضير، غندورو ان شاء الله باش نوجدوها مع بعضنا. دابا غادي نديرو المقادير كلها مع بعضها فوق سميتو. درت هنايا تاع الكوكو تاع الزيت ورميت البصلة والخيزو، وغادي نرمي القرعة، وغادي نرمي التوابل هادي ديالتنا. صافي، ونشحرهم واحد شوية، نرميو عليهم العدس، صافي، ونرويو ونسدو عليهم يطيبو. هادي هي الشوربة ديالتنا، ساهلة، مفيهاش تعقيدات لا والو، كتجي زوينة وبنينة هاد الشوربة هادي. ملي طيب البنات كنطحنوها ونقدموها. دابا نشحرو زيت، عرفتي ريحة هداك التوابل ديال السمك مع هاد القرعة والبصيلة وديك، عرفتي ريحتها شاهين. بعض الناس إلا هاد الشوربة غير يصوبوها كتجي زوينة. صافي، نخلو هاد الناس تتشحر مزيان. صافي، نرميو العدس ديالنا ونرويو. صافي، نرويو باش البنات منعمروش عليها بزاف، نعطيوها العبار ديالها ديال الروا، حيت القرعة في ساعة كطيب ونحيدو معندناش ليها شي حاجة لي كتشرب طياب بزاف. دابا البنات ما نديرو العدس، نرميو العدس، صافي، هنا دابا نبداو نرويو فيها. غنديروها في الكاس الأول، نديرو الكاس الثاني، ونزيدو كويس خور. صافي صافي، ونخلوها طيب. هانتو البنات الكاس الثاني، هانتو البنات هذا هو الكاس اللي عبرت بيه. هاهو دابا ثلاثة الكيسان اللي درت، صافي، ونخلوها طيب ديال سميتو. شوفو ما شاء الله، انتو شوفو كي دايره، ياك في التقالية ديالتها كي جات ملي كطيب راه كتجي زوينه. صافي البنات، دابا نسدو عليها ونخلوها غير طيب، ونحيدوها نطحنوها. النهائي ديال الشوربه ديالتنا كتجي من بعد ما طابت، طحناها بالميكسور ولا بالخلاط ولا اللي عندكم، طحنوها مزيان. صافي، ولا عندكم الكريم فريش قدموها بشويه تاع الكريم فريش، ولا ما عندكمش كاينه شويه تاع سميتو، انا نقدمها بشويه تاع الفرماج. كتجي زوينه هاد الشوربه البنات، بسيطه، ما فيهاش المقادير بزاف، ساهله. الانسان عنده القرعه الحمراء ما كنستعملوهاش غير في الكسكسو، صافي، قليل فاش كنستعملوها في شي حاجه نديروها شويه الشوربه. هذا هو الطبق النهائي ديالنا، وكنتمنوا منكم البارطاج ولي لايك، وتشتركوا في القناه الا كنتم مشتركينش، وتفعلوا الجرس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.